هل الرضاعة الطبيعية سهلة؟ الرضاعة الطبيعية هي حاجة طبيعية غريزة عند كل أم، بس أحياناً بتحتاج مساعدة مننا علشان توصلي ليها بأسهل طريقة ممكنة. هل المفروض أوقف رضاعة طبيعية لو أنا حسيت بألم؟ لأ، المفروض تستمري في الرضاعة الطبيعية، بس المفروض إن إحنا نعرف إيه سبب الألم ده ونعالجه. المفروض أعمل إيه لو ابني مش بيعمل لاتشينج كويس؟ المفروض ان احنا وقتها نشوف ايه الطريقة المناسبة ليه عشان يوصل لأحسن وضع في اللاتشين، وده بيبقى من خلال أوضاع الرضاعة المختلفة. هل الكوليستروم أو السرسوب بتاعي هيكفي؟ أيوة، هو كافي للطفل جدا، علشان معدة الطفل في أول أيامه بتبقى صغيرة قوي، تقريبا بحجم الزيتونة أو الفريزة، فهو بيبقى كافي بالنسبة له. امتى اللبن بتاعي هينزل؟ اللبن هيبدأ ينزل من اليوم الثالث للخامس، وانت وقتها هتلاحظي تغيير في لون اللبن وكميته. المفروض أرضع ابني كم مرة في اليوم؟ هي دي بتختلف من طفل للتاني، واحنا بنقول للأم بيبقى على حسب رغبة الطفل on demand. هي بتبقى في رينج تقريبا من 8 ل 12 مرة، بس بتختلف من طفل للتاني. طب أنا هعرف إزاي إن هو جعان؟ بيبقى فيه علامات الجوع زي مظاهر عندنا في الصورة كده، الطفل بيبدأ يدور على صدرك، يبدأ يمص في بقه، يمص في ايديه، يبدأ يعمل stretching، كل دي علامات إن هو جعان، وده وقت الرضاعة. طب انا المفروض اسيبه يرضع على صدري قد ايه؟ هي ملهاش وقت محدد، انت مع الوقت بتقدري تعرفي هو فضى صدرك في وقت قد ايه، بس احنا بنقولك كل ما في اكتف ساكنج وسوالوين، يعني هو بيمص وبيبلع، فده معناه ان لسه فيه لبن وان هو لسه محتاج الرضاعه. ازاي اعرف ان ابني شبع؟ المفروض ان انت تعرفي ان هو الاساسفايد وهابي، البيبي ممكن من عدد مرات البول والبراز بتاعتنا ممكن ينام بعد الرضعه، ممكن يسيب صدرك من نفسه، وطبعا الفيصل في الموضوع ده وزن الطفل، ده اللي بنقدر نأسس بيه الرضاعه حقيقي. طب انا لو عندي دور برد او عندي كوفيد هقدر ارضع ولا لا؟ لو صحتك العامه تسمح ان انت ترضعي تقدري ترضعي، بس وقتها في بريكوشن لازم بناخدها وتلتزمي بيها التزام تام. طب انا اثناء فتره الرضاعه المفروض اكل ازاي؟ بتاكلي اكل صحي متوازن، بنزود نسبه البروتين عن العادي بتاعنا حوالي 60 جرام، والكالوريز بتاعتنا بتزيد من 300 ل 500 كالوري بالدي، دي الكالوريز اللي المفروض تاخديها زياده اثناء الرضاعه. دي الاجابات على معظم الاسئله اللي بتدور في ذهنك حاليا. نتمنى لك امومه صحيه وسعيده وسعيده.